عاجل خبير مصري يتحدث عن دمار سد النهضة، وبيان قتيل من إثيوبيا عن سد النهضة تتحدى فيه مصر، وضربة كبرى من الداخلية المصرية. ننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل تحرك وزير الخارجية المصري لمجلس الأمن قبل تعامل مصر مع سد النهضة، وهام الهدف من تعيين ضابط من الجيش في كل قرية بأمر من الرئيس السيسي. بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية، صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا وعاجل. بيان خطير من إثيوبيا عن سد النهضة تتحدى فيه مصر. السفير الإثيوبي في الخرطوم حذر من تسييس ملف سد النهضة، وقال إن أديس أبابا مش بتنوي إنها تلحق الضرر بالسودان من خلال هذا المشروع. الدبلوماسي الإثيوبي أشار خلال ندوة صحفية عقدها يوم الأحد إلى مدى مساندة بلده والسودان لأحدهما الآخر، إلى مدى التعاون بين السودان وإثيوبيا، ولذلك لا نريد اتخاذ أي خطوة تؤذي السودان لأنها ستكون بمثابة إزاء لأنفسنا. وقال إن إثيوبيا لا تخفي أي شيء بخصوص سد النهضة عن السودان منذ وضع حجر الأساس له. أضاف إن الدولتين تتعاونان على نحو بناء تجاه هذا الموضوع حتى الفترة الأخيرة، وقال إن السودان كان قد قدم دعما ماديا وسياسيا ومعنويا ملموسا لهذا المشروع بسبب قناعته بأنه سيستفيد من السد. السفير الإثيوبي يعني تطرق للفوائد اللي هيجلبها السد الإثيوبي للسودان، وأشار خاصة إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى خفض الطمي المتدفق على السودان بنسبة 90%. وشدد الدبلوماسي على أن سد النهضة بدأ كقضية تنموية لكن تم تحويله لاحقا لقضية سياسية. جدد رفض إثيوبيا لإحالة هذا الملف في مجلس الأمن الدولي، وقال أن المطالب التي يطرحها السودان ومصر أمام إثيوبيا بهذا الأمر لا يمكن تلبيتها. أشار أنه لا يجوز ربط ملف سد النهضة بقضية مياه النيل التي تشترك فيها دول أخرى، وتابع أن مفاوضات سد النهضة تتعلق بتشغيل السد فقط. المصدر معانا كان من RT، ولكن أنا حابب أضيف كلام على الكذب اللي طالع من الدبلوماسي الإثيوبي. الكذب هو إن طلع مستشار من إثيوبيا على قناة الجزيرة وقال إن إحنا هنبيع مياه النيل لمصر، ليه لأ؟ لما المذيع سأله هل انتم ناويين تبيعوا المياه لمصر، المستشار الإثيوبي قال له ليه لأ. طبعا يعني الكلام واضح وصريح، مش محتاج يعني تلوين. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الاحمر اسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الاخبار وننتقل لخبر اخر معانا وعاجل. خبير مصري يتحدث عن دمار سد النهضة. عباس شراكي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة في مصر أكد أن انهيار السد سيكون أشبه بقنبلة مائية، لافتا أن 20 مليون سوداني مهددون بالفناء. وخلال مداخلة هاتفية على شاشة صدى البلد، كشف عباس شراكي أن خطورة سد النهضة تتمثل بالمبالغة الهندسية في إنشائه، وذلك أن السعة التخزينية ازدادت من 11 مليار متر مكعب ل 74 مليار. حذر من أن سعة التخزين ضخمة للغاية وخطيرة على السودان ومصر. وأشار شراقي إلى ضرورة اطلاع مجلس الأمن على مخاطر السد. وضح أن المخاطر المائية يمكن التغلب عليها، كما يمكن مد فترة الملء حتى 10 سنوات، لكن الأزمة التي لا يمكن تجنبها تتمثل في سعة التخزين، وصفا هذه السعة بالخطيرة. أستاذ الموارد المائية أضاف أن السد في منطقة مرتفعة بالنسبة للخرطوم، كاشفا ان 20 مليون سوداني مهددون بالفناء يعيشون على طول النيل الازرق، حيث شدد على انه لا توجد اي دولة في العالم تضمن سلامة اي سد، غير ان انهيار سد النهضة قد يكون لعوامل طبيعية نتيجة لامطار غزيرة وسيول والفيضانات التي تكون على مدار السنة على اثر تشققات وزلازل. اوضح عباس شراقي ان الشركة الايطالية التي تتولى بناء سد النهضة
سبق أن تولى بناء مشروع فيبا 2 وانهار 3 مرات، إحداها وقعت بعد الافتتاح ب10 أيام، وذلك بسبب الظروف الطبيعية في إثيوبيا. وأعرب عن تساؤله قائلا: من يضمن سلامة السودان إذا تم بناء سد النهضة بهذه السعة؟ كما لفت أن إثيوبيا مش هيطولها أي أضرار إذا انهار سد النهضة، باعتباره يقع على الحدود ولا توجد مدن أو قرى أو أي عمران في المنطقة، لكن انهيار السد سيكون أشبه بقنبلة مائية، سواء انهيار طبيعي أو من خلال إقدام دولة معادية للسودان يمكنها ضرب سد النهضة. المصدر معنا كان من RT. طبعا أستاذ الدكتور عباس شراقي وضح خطورة سد النهضة، وأنه ممكن يعني ينهار ويدمر السودان وممكن يضر مصر. طبعا يعني حاجة زي كده بيبقى صعب تخيلها. ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل تحرك وزير الخارجية المصري لمجلس الأمن قبل تعامل مصر مع سد النهضة. وأحب أوضح وأقول أن مصر ستتعامل مع سد النهضة، وأن التحرك لمجلس الأمن هو فقط يعني عشان يشوف اللي حصل على مدار ال10 سنوات اللي فاتت، ولكن مصر قادرة على إنهاء هذا الملف. غادر مطار القاهرة الدولي الوزير سامح شكري وزير الخارجية، متوجها على رأس وفد لنيويورك استعدادا للمشاركة في فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي والمقرر عقدها الخميس القادم حول سد النهضة الإثيوبي. وقالت مصادر مطلعة بالمطار: تم إنهاء إجراءات سفر سامح شكري والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار في مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك على طائرة مصر للطيران المتجهة لنيويورك. وكانت مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطراً يهدد السلم الدولي. وزير الخارجية سامح شكري قال في رسالة لمجلس الأمن أن الوضع يشكل تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور. وطلب الوزير ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا. شكري أكد في رسالته أنه بعد سنوات من المفاوضات تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في إمكانية حدوث احتكاك دولي يعرض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي. شكري أشار إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل. مصدر معنا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر معانا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية. وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن أسوان طنا من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب خلال مداهمة لمتهمين بالتنقيب عن الذهب. وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا يفيد بشن حملة في مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب، وتم ضبط متهم أثناء قيادته سيارة محمل عليها 20 من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي طن. وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط 3 متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلوغرامين. مصدر معنا كان من اليوم السابع، تحية طيبة لوزارة الداخلية المصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. نحب ننتقل مع بعض الخبر آخر ومهم هام الهدف من تعيين ضابط من الجيش في كل قرية بأمر من الرئيس السيسي. في مصادر كشفت عن سر طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين ضابط من الجيش في كل قرية، والمصادر أشارت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهدف لمراقبة الأعمال في القرى عبر الضباط لوضع الأمور في انضباط منتظم والحصول على تقارير مستمرة حول التطويرات في القرى وهدم هدر الأموال. بمعنى إيه هدم هدر الأموال؟ وذكرتها من قبل، هدم هدر الأموال وهو محاربة الفساد، أو يعني الدنيا تكون مظبوطة ومحسوبة بالجنيه. المصادر أوضحت أن الرئيس السيسي يرغب في عدم إهدار الأموال على الأرض بعد صرفها على القرى،
حيث تم إدخال الصرف الصحي والغاز ومياه الشرب والاتصالات والخدمات الكاملة داخل القرى، وهناك رغبة في عدم تدهور الأمور. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد طالب قوات المسلحة خلال مؤتمر يوم الأربعاء الماضي بتعيين ضابط في كل قرية لمتابعة التطورات والإنجازات ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية. الرئيس السيسي قال: بقول للجيش هل ممكن يبقى في كل قرية ضابط مسؤول عنها، ونشوف هيعملوا ايه ونصور وهنوري للدنيا كلها. اوعى تزعل يا دكتور مصطفى، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة، لان المصلحة واحدة. مصدر معانا كان من RT، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر اخر معانا، وانباء عن استهداف سفينة اسرائيلية. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قناة الميادين استهداف سفينة تجارية إسرائيلية شمال المحيط الهندي، كانت في طريقها من ميناء جدة السعودي نحو الإمارات. وأشار التلفزيون إلى أن السفينة الإسرائيلية هي CSAV تيندال، وتعود ملكياتها لشركة زودياك ماري وصاحبها إيال عوفر. أفاد قناة الميادين نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة بأن النيران تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية في شمال المحيط الهندي، وأن السفينة التجارية الإسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف. وأضافت أن السفينة الإسرائيلية كانت رأسية في ميناء جدة قبل تحركها في اتجاه سواحل الإمارات، مؤكدة أن أحدا لم يعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن. من جهتها نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الخبر عن الميادين، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي إسرائيلي حول هذه الأنباء. المصدر معانا كان من RT وصحيفة الميادين، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني أنا متوقع أن سلاح البحرية الإيراني هو من فعل ذلك بالسفينة الإسرائيلية. وزي ما حضراتكم عارفين وكما حدث من قبل، ان سفينة اسرائيلية برضو قامت عناصر من ايران بضرب السفينة الاسرائيلية وقامت بالاعلان عن ذلك. فيعني من الواضح ان ايران هي من فعلت ذلك في هذه المرة. اترك لحضراتكم التعليق، وجينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة. يعني أتمنى أكون خفيف على قلب حضراتكم، أتمنى ما أكونش تقلت على حضراتكم. وجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم إسلام الأمير، وتحية كبيرة للمسؤول عن المونتاج أبانوب خلفاوي، يعني بيتعب معنا جدا، تحية كبيرة ليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.